إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متجدد، هذه المرة مع تلاميذ السنة الثالثة متوسط ومع درس حروف المعاني. حروف المعاني بالنسبة لسنة الثالثة متوسط هو درس في الحقيقة سهل، لكنه يحتاج إلى بعض الشرح والمتابعة. كملاحظة أولى، فإن الحروف أو كما يسميها البعض بالأدوات لها معنى ولها عمل إعرابي ولها محل من الإعراب. سوف نتكلم عن هذا ثم ندخل في الدرس مباشرة. إذن هناك بعض الحروف مثل الحرف لا، هي حرف ناهية نافية، ناهية تنهى عن فعل الأمر ونافية تنفي حدوث الفعل، هذا من حيث المعنى فقط. لكن ما هو عملها الإعرابي؟ عملها الإعرابي أنها جازمة، عندما تكون ناهية تدخل على الفعل المضارع، مثلا لا تلعب بالنار، فهي ناهية من حيث المعنى، جازمة من حيث العمل الإعرابي. وعندما تكون نافية تكون ناصبة، فتقول لا أحد في البيت، فلا هنا ناصبة للإسم، أحد اسم لا منصوب وفي البيت خبر لا. لكن ما هو محلها من الإعراب؟ بمعنى هل تعرب مبتدأ أو تعرب خبرا أو في محل نصب مفعول به؟ أبدا، ليس لها محل من الإعراب. مثال ثاني وأخير، الاسم اسم الشرط من، التي تسمى أداة شرط، هذا هو معناه. طبعا من أو من لها أكثر من 10 معاني، لكن عملها الإعرابي قد يكون الجزم، عندما تجزم الفعل المضارع. طبعا من تدخل على الفعل الماضي فتقول مثلا من جد وجد، لكن أيضا تجزم الفعل المضارع، كقوله تعالى في سورة الزلزال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل، هذا هو الشرط. ما هو الجواب؟ فمن يعمل خيرا يره، يره جواب، إذن يرى يعمل ويرى فعلين مجزومين لأنهما فعل الشرط وجواب الشرط، هذا من حيث العمل الإعرابي. لكن ما هو المحل؟ من قد تعرب مبتدأ وقد تعرب خبرا طبعا حسب الشروط، وقد تعرب مفعولا به باختلاف الشروط، إذن لها محل من الإعراب. إذن تلاحظون أن كل حرف أو كل أداة قد يكون لها معنى وعمل ومحل من الإعراب، وقد يكون لها المعنى فقط والعمل وليس لها المحل. وهناك بعض الأدوات لها معنى وليس لها عمل إعرابي وليس لها محل. إذن هنا لماذا هذه الملاحظة حتى يفرق التلاميذ بين المعنى وبين العمل الإعرابي الذي تؤديه، يعني تغيير الحركات الإعرابية، الضمة والفتحة والكسرة والجزم والنصب وغير ذلك، وبين المحل، هل تعرب مبتدأ هل تعرب. إذن اليوم نحن سنتكلم بالنسبة لدرس حروف المعاني عن المعنى فقط، لن نتكلم عن العمل الإعرابي ولا عن المحل الإعراب. إذن على بركة الله مع هذه الأمثلة. المثال الأول، خرج المصلون من المسجد إلى الشارع. تلاحظون كلمة من هنا التي تفيد في هذا المثال الابتداء، وإلى التي تفيد الغاية، تفيد النهاية، تفيد الوصول، فهم بدأوا خروجهم كان من المسجد. كيف عرفنا أنهم خرجوا أو بدأوا الخروج من المسجد؟ بواسطة الحرف من، التي هي حرف جر هنا، من حرف جر، والمسجد اسم مجرور، وكذلك إلى. فمن هنا تفيد الابتداء، لكن الابتداء الزماني أم المكاني؟ المسجد هو مكان والشارع هو مكان، إذن فمن هنا أو من تفيد الابتداء المكاني. المثال الثاني، انتظرتك من الصباح حتى الظهيرة. لا شك أنك بدأت أنك فهمت أنها تفيد الابتداء، لكن تفيد الابتداء الزماني، لأن الصباح وقت والظهيرة وقت. إذن من معانيها التي تفيدها الابتداء المكاني الخاص بالمكان والابتداء الزماني. من المعاني التي تفيدها من أو من أيضا التبعيض، فتقول أنفقت من المال. هل أنفقت كل المال؟ لا، ولكن أنفقت بعض المال، وهنا
تأتي كلمة بعض. كيف تعرف أن من تفيد التبعيض أي التقليل؟ إذا استطعت أن تعوضها بكلمة، تعوض كلمة من بكلمة بعض، فتقول أنفقت بعض المال، أنفقت بعض المال. إذن فاعلم أن من هنا حرف تبعيض أي تقليل. المثال الرابع تقول أرهق من العمل، أرهق من العمل. هنا من تفيد السببية أو تفيد التعليل، التعليل هو السببية، بمعنى أنك تستطيع أن تعوض من هنا بسبب، فتقول أرهق بسبب العمل، أي أن العمل هو سبب الإرهاق. إذن من هنا تفيد السببية أو التعليل، لأنك تستطيع أن تغيرها بكلمة بسبب. لاحظ المثال الخامس، لا تفتي الناس فلا علم لك. تفتي بمعنى تجيب عن الأسئلة، طبعا هي كلمة تستعمل كثيرا في الدين وفي علوم الإسلام، لكن الحقيقة اللغوية لكلمة تفتي أنها تستعمل في التعبير عن كل إجابة لكل سؤال، سواء في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الطب أو في غير ذلك، بمعنى لا تجيب الناس فليس لك علم. لا هنا الأولى أفادت النهي، فهي تنهاك، فتقول لك لا تفتي الناس، لا تجيب الناس عن كل شيء. لا الثانية أفادت النفي، تنفي العلم عنك. إذن فلا قد تفيد النهي، نهيك عن أمر ما، عن فعل أمر ما أو ترك فعل أمر ما، وقد تنفي العلم بشيء أو تنفي حدثا ما. مع بقية هذه الأمثلة، إذا اجتهدت نجحت. إذن لا شك أنك عرفت أن إذا هنا شرطية، لماذا؟ لأن شرط النجاح هو الاجتهاد، فإذا لم تجتهد فلن تنجح بالتأكيد. إذن هنا إذا أداة شرط، واجتهدت هو فعل الشرط، ونجحت هو جواب الشرط. إذا تفيد أيضا المفاجأة، لاحظ هذا المثال، دخلت البيت فإذا خالي عندنا. إذا هنا الثانية ليست شرطية بل هي إذا المفاجأة، لماذا؟ لأنك دخلت البيت وأنت لا تعرف شيئا، فقلت فإذا خالي عندنا، أنت لم تكن تتصور وتنتظر أن هناك ضيفا في الدار وهو خالك بالتحديد، لكن بمجرد أنك دخلت تفاجأت بوجوده، ولذلك يسمون إذا هذه إذا الفجائية أو إذا المفاجأة. المثال الآخر تقول أنصت للأستاذ أو أنصت للأستاذ ففهمت الدرس. هذه الفاء هنا حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد أمرين اثنين، الترتيب أولا، لأن الإنصات كان هو الأول ثم الفهم هو الثاني، إذن ففاء تفيد الترتيب وتفيد التعقيب مع الترتيب، بمعنى أنك بمجرد أنك أنصت فهمت، فليس هناك زمن بين الإنصات والفهم، فهي تفيد الترتيب والتعقيب. المثال الرابع، راجعت اللغة ثم الرياضيات. في الغالب عندما تطلق كلمة اللغة هكذا يراد بها اللغة العربية، فراجعت اللغة ثم الرياضيات. ثم حرف عطف تشبه الفاء في كونها تفيد الترتيب، فأنت راجعت ابتداء وأولا اللغة، ثم بعد ذلك بعد مرور الوقت راجعت الرياضيات، فهي تفيد الترتيب لكنها تفيد التراخي، بمعنى أنك راجعت اللغة نعم، لكنك استرحت قليلا ثم بدأت في مراجعة الرياضيات. وآخر حرف عندنا هو حرف العطف الواو، وهو الذي يفيد الجمع بين الأمرين، فتقول كتبت وحفظت، فأنت كتبت وحفظت، بمعنى أنك جمعت بين العملين والفعلين. إذن هذه بعض الأمثلة حول حروف المعاني، وكيف أن الحرف الواحد أو الأداة الواحدة يمكن أن يكون لها أكثر من معنى كما رأيتم. إذن مع هذا الاستنتاج، حروف المعاني هي كلمات تفيد معنى من المعاني حسب السياق الذي تقع فيه، أي حسب الجملة التي تقع فيها، كما رأيتم مع إذا فهمناها من الجملة، فهمنا أنها للشرط في الجملة الأولى، وفهمنا أنها للمفاجأة في الجملة الثانية، من وذلك بواسطة السياق، فأنت عندما تقرأ الجملة تفهم إذا ماذا تريد، والأمر نفسه بالنسبة لبقية الحروف. إذن من هذه الحروف لا، وهي من المعاني التي
وهي تريد أو من معانيها أنها تفيد النفي والنهي كما ذكرنا سالفا. أيضا من المعاني التي تفيدها التبعيض والابتداء والسببية. وكلمة من أو الحرف من لها أكثر من 10 معاني تريدها أو تعنيها. إذا وتفيد المفاجأة والشرط، وحروف العطف الواو تفيد الجمع، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب والتراخي. كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة. إن كان لكم استفسار أو إعراب أو دروس تريدون أن تروها في هذه القناة فلا بأس أن تذكروا ذلك في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.